اللي مين عطاك الحق لتتدخل بين أب وبنته؟ هذا بيكون أبي، حقه يصرخ بوشي أو حتى يضربني كمان. أنت خليك بحالك. ليش هيك كتير مهتمين؟ شو أنتوا ما عندكن أي شي لتشتغلوا؟ يلا من هون، ناس ما بتستحي. خلينا نمشي. بابا لا تاخذ هذا الموضوع بشكل جدي لو سمحت. الناس بتحب القصص والحكي الفاضي، بس بتعرف بابا انا مشتاقت لك واستفقدت لك بالفتره اللي انت كنت فيها بالحبس، وبلو لساته صغير كتير وهو ما بيقدر يحكي مع ابوه ولا حتى يلتقي فيه. بابا يا ريت تفكر مره واحده بهذا الطفل. بابا أنا متأكدة إنه أنت قلبك كبير وأنت ما رح تقدر تحرم طفل صغير من إنه يشوف أبوه ولو لمرة واحدة بالشهر. لو سمحت بابا قلي إنك موافق وخليني أخذ بيلو لأبوه، رجاء بابا لو سمحت. ماشي يلا روحي، بس رح ترجعي بسرعة. فوت الداري ولاك فوت. كيفو حبيبي؟ أنا مشتاق لك كتير. بيلو حبيبي. بيلو ملهار، أنا عندي أخبار حلوة. ملهار اسمعني حبيبي. بيلو بيلو حكى أول كلماته مبارح، قال بابا. انت قلت بابا؟ موكش؟ يلا قول بابا، قول بابا، قول بابا، قول بابا، قول بابا. معقول أنا ما سجل لك مثل هيك لحظة حلوة؟ شكراً كليان. خلي الشكر للوقت يلي رح تطلع فيه منهم ونرجع نعيش مثل ما كنا عائلة واحدة سوا. ملهار بترجاك لو سمحت خليك قوي، أنا دائماً كنت واقفة جنبك فهلأ ما حتخلى عنك.